معنا السيد عبد الله البكري نائب مدير بيوت الشباب القطرية. استاذ عبد الله، كيف كانت مشاركة بيوت الشباب القطرية في احتفالات دولة قطر باليوم الرياضة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم احنا نحتفل باليوم الرياضي لدولة قطر، وهذا مبادرة فريدة من نوعها تبدأ فيها دولة قطر في تخصيص يوم رياضي للدولة. وهذا اليوم هو حقيقة يعني مجرد شعار أو بداية انطلاقة للناس انها يكون عندها نوع من الوعي الصحي، الوعي الرياضي، الوعي بأهمية الرياضة وتنمية وممارسة الرياضة وتنمية الجسم، لأن هذه تنعكس أو تنصب في التنمية البشرية اللي تسعى لها دولة قطر. فلما يكون الإنسان شخص سليم ومعافى من الأمراض ومحصن، عنده القدرة على الإنتاج في الدولة، وعنده القدرة على دفع عجلة التنمية أكثر. فلذلك احنا نحرص كجمعية بيوت الشباب في المشاركة في هذا اليوم، في الاحتفال مع الناس، في تشجيع النزلة، تشجيع الشباب، تشجيع المتطوعين انهم يمارسون الرياضة في هذا اليوم، هم وعوائلهم واصدقائهم، ويحسون ان في هذا اليوم لازم يكسر روتين حياته، فيحس بشعور الحلو اللي يعيشه الانسان الرياضي. لذلك احنا نسعى ونحرص ونشجع الشباب والمتطوعين انهم دائما يكون هذا ديدنهم وهذا الامر مستمر معاهم. اليوم الرياضي ما هو الا انطلاقه وشراره تنطلق في هذا اليوم لتشجيع الناس نحو ممارسه حياه صحيه جديده. فلذلك نامل من الجميع انه يضع له جدول اسبوعي للرياضه او جدول يومي للرياضه، بحيث انه يعني ان شاء الله نصل الى المواطن الصالح المتميز باخلاقه والمتميز بصحته. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا احنا اليوم في مدرسه الوكره الثانويه المستقله للبنين، بالتعاون معاهم احنا بيوت الشباب القطريه وفروا لهم طبعا الملاعب واعطونا ملاعب، وطبعا اليوم الجماعه ما قصروا وفروا لنا نلعب، واحنا شاركنا في بعض الالعاب بينهم اللي هو تنس الطاوله، بعض كره القدم، وبمشاركه المدرسه الهنديه والمدرسه الباكستانيه واعضاء مدرستنا وبعض اعضاء بيوت الشباب القطريه طبعا. واحتفاليه اليوم جميله جدا طبعا، والجو بالنسبه زي ما شايفين انتم لا هو بارد ولا هو بحار، يعني يساعد، نعم يساعد ان الواحد يؤدي في اليوم هذا. يعني احنا صار لنا حتى من الساعه 7:30 الصبح واحنا قاعدين مع الشباب بعض الالعاب، مثل ما انتم شايفين الامور طيبه، والدوله ما قصرت طبعا، نشكرها على توفيرها كل هذه الامكانيات اللي ساعدتنا احنا على اساس نقضي اليوم هذا. واحب اشكر مدرسه الوكره الثانويه على اتاحتهم الفرصه لنا ان احنا نجي نشارككم في هذا اليوم، وشكرا وشكرا لكم، شكرا للجميع. شكرا استاذ. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كانت تاتي مشاركه جمعيه بيوت الشباب القطريه يعني من ضمن المشاركات التي تواكب المناسبات الوطنيه في الدوله، ومنها المناسبه مناسبه اللي هو اليوم الرياضي. يعني قيامنا بزيارة إلى منطقة سباير ومنطقة الفعاليات اللي موجودة، يعني منطقة كبيرة جدا وفيها الفعاليات كثيرة، ولازم تكون جمعية بيوت الشباب موجودة متواجدة مثلها مثل سائر الأنشطة وسائر المناسبات اللي تقوم فيها الجمعية. واليوم كان وجودنا هنا إن شاء الله هي من ضمن الأنشطة اللي تقوم فيها الجمعية، كانت عبارة عن يعني زيارة الكثير من الجهات الحكومية اللي تقيم بعض الأنشطة اللي موجودة إن شاء الله. بيوت الشباب القطرية مثل ما ذكرتم تشارك بقوة في احتفالات دولة قطر بيوم الرياضة، ما هي الأنشطة الرياضية الأخرى اللي تنظمها بيوت الشباب بهذه المناسبة؟ والله أقيمة البطولة في مدرسة الوكرة، كانت الجمعية مشاركة أيضا من ضمن الجهات المشاركة في لمنظمة الفعالية هذه، كذلك قيامها أيضا في زيارة بعض الأنشطة اللي موجودة هنا في سباير
كذلك كورنيش الدوحة، كذلك مباراة كرة السلة أو بطولة السلة. فهذه كل المشاركات هذه تأتي يعني كجهة حكومية أساسية أيضا في تنظيم مثل هذه الفعاليات. ونتمنى إن شاء الله أن كل المناسبات إن شاء الله بإذن الله راح نكون متواجدين أيضا كالعادة يعني، وكأعضاء أعضاء المجلس الإدارة والشباب الموجودين إن شاء الله.